رجل ذهب للعمرة فلما قضى من عمرته هو وأهله لم يقصر هو وأهله ولم يحلق، فماذا ينبغي عليه؟ يجب عليه الحلق أو التقصير، والمرأة تقصر في أي مكان حتى ولو في البلد ما في بأس، التقصير يكون في أي والحلق في أي مكان ليس خاصا في الحرم. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يقول سوف أنذر، ولكن الرجل يعيد ملابس الإحرام، إذا أراد أن يقصر يبادر بخلع ملابس الإحرام، ملابس المخيطة، ويعيد عليه ملابس الإحرام ويقصر وهو بملابس الإحرام. نعم.